داية أتقدم بوافر من الشكر والتقدير نيابة على أبناء الراحل الكريم الحاج محمد مصطفى مسعود وعنهم الحاج خالد محمد مصطفى مسعود الحاج هاني محمد مصطفى مسعود الحاج مصطفى محمد مصطفى مسعود باسم الحاج سيد الغنام باسم الحاج صلاح محمود إسماعيل مسعود حاج إبراهيم محمود إسماعيل مسعود حاج عباس محمود إسماعيل مسعود حاج محمد محمود إسماعيل مسعود والحاج عنتر محمود إسماعيل مسعود وجميع الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا قدمونا بجزيل الشكر والتقدير لحضراتكم وكل من شرفنا بأداء واجب العزاء. دمتم أهل خير ودمتم أهل واجب في هذه الليلة القرآنية المباركة. نودع الوالد والمربي الفاضل محمد مصطفى مسعود، أسأل ربي أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجعل القرآن نورا يتقاطر عليه في قبره، أنت ولي ذلك والقادر عليه. شكرنا لأصحاب مخازن الفراشة، معلم عماد المصري الإنارة الذهبية، شحت إمام إدارة المهندس إبراهيم إمام، مهندس حسن إمام بالسن باللوين، متر محمود صابر للخدمات الفندقية، تل الكبير الإسماعيلية، حق أحمد سنجر للقهوة العربي، مهندس أحمد الجعبري والمهندس صبح الأزهري، مهندس محمد الشربقي. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما على بدر الأئمة وقمة لكل قمة، حبيبنا السند إمامنا المعتمد سيد الوجود محمد رسول الله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما على من كرمه ربه في الخلق وفي الخلق. في الخلق قال وإنك لعلى خلق عظيم، في الخلق جعل في عينيه علامات يرى من خلفه كما يرى من أمامه، جعل في كتفيه علامات، خاتم النبوة التي لا ينبغي لأحد إلا لحضرة النبي، جعل في يديه علامات، سبحت الحصى بين يديه، جعل في قدميه علامات، إذا مشي على التراب لم يكن له أثر، وإذا مشي على الصخر قاست قدماه، فخلق الله رأسه من البركة وعينه من الحياة، أذنيه من الغيرة، شفتيه من التسبيح، لسانه من الذكر، أسنانه من اللؤلؤ، ريقه من عسل الجنة، وشعره من نباتها، وعرقه من مسكها، وعظمه من كافورها، عضديه من القوة، كفيه من الصدقة، قلبه من الرحمة، إنه رحمة الله للعالمين. من صلى عليه سيغنم، لكن من لم يصلي عليه سيندم، والذي تطفأ عنا بشفاعته حر جهنم، والذي قدمه في الصخرة علم. يا مصر قومي واسمع القرآن، فليلة الحج محمد مصطفى مسعود يحضرها أعلام الإذاعة المصرية. في هذه الليلة القرآنية يحضرنا العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ السيد محمود محمد صابر، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، والمقيم بالمعالي مركز مدينة منيا القمح محافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات. وللآخرة أكبر درجات
Bye.
لا تجعل مع الله إلهًا وقال ربك ألا تعبد
بالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا Oh,
فلا تقل لهما أف ولا واخفض لهما جناح الذل من رحمة ربك ارحمهما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكون وآت ذا القربى حقه
وبنى السبيل ولا تبذر تبذيرا فتقعد ملوما محسورا فتقعد ملوما Yeah.
خشية
نحن نرزقه وإياك. إن قتلهم كان خطأً كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه لا تفعل.
ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لا تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا يا قارئ حباك الله بصوت يصعد من الأرض إلى السماء يا قارئ أفض ورتل علينا القرآن ترتيلا فأنت يوم القيامة يا بصوت في الجنة مع القراء ونحن مصر والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نودع فيها الوالد والمرب الفاضل عميد عائلة مسعود
الإدارة الذهبية ومحطات الديزل الضخمة. حكي شحتة إمام إدارة المهندس إبراهيم إمام والمهندس حسن إمام بالسبلوي محافظة الدقالية. خدمة الفندقية المتميزة المتر محمود صابر بالتل الكبير محافظة الإسماعيلية. حكي أحمد صقر للقهوة العربي قناة المهندس أحمد الجعبري مهندس صبح الأزهري مهندس محمد الشربقي. أيها السادة الحضور الكرام باسم آل فسعيد جميعا وباسم آل الغنام جميعا يتقدمون بوافر من الشكر والتقدير لكل من شرفنا من أنحاء جمهورية مصر العربية. شاكر لحضراتكم ولجميع مشارك العزاء.